استاذ فادي، اليوم العديد من اللاعبين عم بيروحوا يحترفوا برا، كيف شفت هذا الامر؟ ومنهم يعني اللي كنا عم نحكي عن احمد الزرق حيروح على اليونان، ان شاء الله بالتوفيق للاعب يلي عن جد بنتمنى من كل قلبنا التوفيق. احمد الزرق، كيف عم تشوف هيك اللاعبين عم بيروحوا الى الخارج للاحتراف؟ يعني هي بدايه مشوار طويل، بس هي بدايه انا بقول لتحسين مستوى الفوتبول بلبنان. مزبوط، هو في بعض الانديه عم تخسر طاقات مهمه لإلها اليوم، بس هالاشخاص هدول هن قدوه، هن رول موديل لهالشباب الصغار اللي موجودين اليوم، لانه عم بيطلعوا اليوم، بيشوفوا رضا عنتر، بيشوفوا كل الشباب برا شو عم بيعملوا من نتائج وقد ايه عم بيتطوروا، ولما يرجعوا يجوا بخبراتهم عم يشاركوا بالمنتخب الوطني بيرفعوا مستوى يعني هذه بدايه الانطلاق نحو الاحتراف بكل ما في المعنى من كلمه. ونتمنى تزيد. يعني هلا هي عمليه الاحتراف مثل برا في بروكرز، يعني في مكاتب تهتم بهالعمليه هذه وبتنظمها، وبلبنان بدينا شوي شوي نشوف فكره البروكر البروفيشنال، يعني المحترف، المكتب المحترف. لهذا ممكن يوصل لاعبينا لياخذوا حقوقهم ويقدروا يستغلوا طاقاتهم احسن برا ضمن يعني اجواء اضبط من عنا وكمان بنفس الوقت الا ما يكون لها مردود ايجابي علينا لتطوير مستوى اللعبه واداء المستوى الوطني. صح، بس هناك ثغرات بهذا الامر استاذ فادي، يمكن انه نحن بلعبه هواة عم ينتقل اللاعب الى لعبه احتراف، الفيفا لا تعترف بدوري للهواة، بالتالي اللاعب عم بيروح، يعني هناك على سبيل الذكر بلال نجارين لاعب النجمه اللي انتقل بدون ما توافقت الاداره والفيفا اعطته استغناء وبالتالي راح مضى مع هذه الثغره يلي هو قانون التوقيع الابدي، ونحن بعدنا هواة ما حولنا الى دوري المحترفين، برايك مش هيدي عثره كبيره، حجره كبيره بطريق لتحسين تطوير اللعبه؟ اكيد. هلا بتذكر انا من شيء اربع خمس سنين الاستاذ وزميلكم الصحافي استاذ مصطفى حمدان طرح لما كان عضو بالاتحاد اللبناني للفوتبول، اقترح مشروع قرار يمكن فايز، يعني بتم ترجمته من خلال ثلاث سنين او اربع سنين لانه تقدر تفك ارتباط اللاعب من بعد ما يخدم عدد معين وبس يوصل لعمر معين بلبنان، ما اتاخد فيه. انا بفهم يعني عندي اللي عندها ما عندها القدرات الماديه الصعبه بتكون مهتمه انه تحافظ على التوقيع وتملكه للاعب مدى الحياه، والانديه الثانيه اللي مرتاحه ماديا انه لا بالعكس ممكن يكون فلكسبل اكثر بمشروع الاحتراف، بس لازم ننطلق إذا بدنا نحسن مستوى اللعبة وبدنا نساعد، برجع بقول إنه نطلع على مستوى أحسن وإنه نشوف منتخب وطني عم يعمل أداء أفضل. لازم نوصل لنظام احتراف، ما في حل. لو بدنا نكون شوي نتخلى شوي عن أنانيتنا، لأنه اليوم عم تكون عندنا متمسكين بلاعبين، لأنه يمكن اليوم لقينا لاعب بالفئات العمرية عنده طاقات مهمة وما عندنا قدرة نقدر نجيب لاعب تاني نحن بنحافظ عليه ونرفض نحن حتى نقدر ننقله أو نقبل عرض أي نادي تاني، وعم ينظلم فيها اللاعب يوصل لعمر يا اما بعد اصابه رياضيه او بعد ما عمره وصل لوقت يعني طاقته الجسديه ما بتقدر تعطيه، وبكون خسر وما استفاد. قبل ما نبلش نحكي شوي بامور المنتخب الوطني، بدي كمان ايضا نضيف انه نادي شباب الغزيه هو النادي الثامن يلي شارك ضمن دوره الدكتور المرحوم فخري علامي. وضع المنتخب اللبناني استاذ فادي، حققنا نقله جيده، الدور الثالث، الدور الرابع، البعض يقول تراجع، البعض يقول لا نحن لعبنا مع النخبه باسيا. كيف بتشوف اليوم لبنان الارزيه اللي عم ترتفع بهالمحافل؟ غلبنا كوريا، غلبنا الكويت، وحققنا نتائج وتاهلنا اول مره بتاريخنا. يعني اول شيء بدنا نقول يعطيهم العافيه اللاعبين، لانه لو ما عندهم هالروح والمنافسه والحماس انه يمثلوا لبنان ما كانوا قدروا يعطوا النتيجه. صح. بنفس الوقت كمان بدنا نشكر الاتحاد، لانه الاتحاد اليوم لو ما قدر عمل الامبريلا المظله اللي حمت هالمنتخب ودعمته وساعدته وحطت له نوع من البونس سكيمز، يعني من البونس للاعبين، النظام حوافز للتحفيز للاعبين ليقدروا يعطوا كمان، يمكن ما كمان قدرنا وصلنا. بس كمان بدنا نكون واقعيين اليوم انه بالضبط نحن بدينا مع انديه مستواها، يعني هذا نظام البطولات بدك توقع انه كل ما انت تتقدم على هالسكه هيدي كل ما بصير في ليفل اصعب وبده يكون انت واقع اكثر. انه اليوم انا بدي انافس فرق اصعب ومع بلاد ما عندها موازنة ال 4 مليار، عندها أكيد قدهم 100 مرة، عم بتحط مصاري وعم تصرف على أنديتها وعلى منتخبها الوطني. نعم. اللي عملناه إنجاز، كتر خيرهم ألف مرة اللي عملوه، بيرفعوا اسم لبنان فيه ونحن فخورين فيهم،
وان شاء الله يقدروا يتوفقوا، بس كمان نكون منطقيين نحن كمان انه المنافسه بدها تزيد، نحاول نبني على هالانجاز يعني. بس على القليله مثل ما قلت يعني نستفيد من اللي وصلنا له اليوم لنقدر ناسس لبعدين من اليوم من محل ما وصلنا. نعم. رح نروح إلى كأس النخبة أستاذ فادي اللي رح تنطلق يوم السبت، مباريات طبعا فريقكم نادي شباب الساحل مشارك ضمن الست فرق يلي مشاركين بكأس النخبة. رح نشوف هون البرنامج أمامنا. السبت أربع أهل بيلعب العهد مع الصفا بالمجموعة الأولى، الأحد بيلعب شباب الساحل مع الأنصار بالمجموعة الثانية، السبت 11 آب أيضا صفا مع الأخاء، والأحد 12 آب النجمي أنصار ديربي الكبير، والسبت 18 آب أيضا العهد الإخاء الأهلي علي، والأحد 19 آب النجمي مع شباب الساحل. أيضا المباريات يلي حسب معلوماتي لهلا يعني يمكن هذه المشكلة عندنا أستاذ فادي، نحن ما فينا نضمن شيء يعني، هناك دائما تغييرات. لهلا المباريات الساعة 5 رح تقام قبل ترم الإفطار. برأيك قديش مهم نعمل روزنامة نحن قبل الدوري، تنظيم دوري الشباب الناشئين الدوري الدرجة الأولى، هالأمور هيدي برأيك قديش مهمة تنظيم كل؟ يعني أنا بتطلع ما بس دوري الشباب، ما بس حتى رياضة الفوتبول يعني. اليوم إذا بتطلع أنا مثلا بتذكر بأمريكا أنه بطولة البيسبول تنعمل بفترة بيرجع بعدها بفوت ببطولة الفوتبول، هلا الأمريكان فوتبول هو بيسموه الركبي، هو مش ركبي يعني قريب منه، بيرجع قبل ما يخلص بيرجع بتم تفعيل بطولة الباسكتبول والهوكي بعدين بموسم الشتاء حسب الموسم، وما ما بصير في أوفرلاب. هلا هيدا اللي لازم يتنظم عنا، انه نحن البطولات اللي عنا ما لازم تنعمل كلها بنفس الوقت، لانه في ناس تحب الرياضه صح. الرياضه يعني هو عنوان عريض، بس اذا انا اليوم بدي اعمل بطولات الباسكتبول والفوتبول والفولي بول والتنس وكله بفتره زمنيه كله مع بعضهم رح تضيع الطاسه اول شيء، الاهتمام رح يخف، حتى اذا في عندك رعاه اليوم سبونسرز حاضرين رح يختاروا مني لمين بدنا نقدم، وين اكثر شيء بيطلع لي فيورز انا ومشاهدين، او وين بكسب اكثر شيء اذا انا بدي اخذ سبونسرشيب لفريق معين عنده ظهور على التلفزيون وشو عدد مبارياته. يعني قبل ما نحكي نحن لازم ننظم هدول اول شيء البطولات تبعنا، انه لازم وزاره الشباب والرياضه تقعد تركز على الموضوع هذا لنقدر نكسب، انه خلال السنه كلها في عنا بطولات عم بتصير محليه موجوده وعم نسلي هالناس، دائما عم نخلق لهم محل حتى للناس اللي بيعملوا سبونسرشيب، حتى للتلفزيونات اللي عندها اهتمام انه تنقل هالمباريات هدول وعم تدفع وعم تدفع. وبيرجع على الشغله الثانيه اللي بدها دراسه اكثر هو التوقيت. يعني انا بعدني بتذكر الفوتبول، برجع الامريكان فوتبول بحبه كثير انا كرياضه، الكوليدج فوتبول يعني فوتبول الجامعات بيلعب يوم السبت، الامريكان فوتبول الاحتراف بيلعب يوم الاحد، والتلفزيونات بتتقسم شو بدها بتقسم على حالها شو بدها تغطي بهالاوقات هيدي. نعم. رجعوا عملوا بدراسه بين لهم انه يوم الاثنين اللي هو اول يوم عمل بالليل هو يوم متعب للناس وتقريبا ميت على التلفزيون، والناس ما بتحب تطلع من خلاله بعد دراسات واحصاءات. نعم. طلعوا بالماندي نايت فوتبول، يعني باقامه مباراه نهار الاثنين مباراه وحده بتنعمل، وتبين انه المردودة حتى التلفزيوني ومردود الاعلانات عم يعني بيكون اعلى من يوم الاحد. بقى هيدا بنتمنى نحن هون انه اول شيء ننظم البطولات تبعنا بتوقيت خلال السنه على مدار السنه، يعني الباسكتبول بينلعب اندورز ممكن انا العب الباسكتبول بالشتاء، بينما الفوتبول ممكن نلعبه باوقات لانه كله اوتدورز وبتقس ما يكون شتاء كثير ونلغي مباريات ونتاخر. هيك تتنظم البطولات وتوقيتها كمان، انه ما ممكن انا اطلب من تلفزيون ينقل لي مباراه رح تكون الساعه 4 بعد الظهر الناس بعدها بشغلها صعب على الطريق. ممكن انا بالليل اقدر اذا بقدر امن اناره للملعب وبقدر، هذا موضوع ثاني هلا. كمان بس هو اساس، والا ما ممكن نفعل العمل الرياضي ولا البطولات. نعم. اكيد رايح على امريكا شيء قريبا شيء؟ لا هلا ما في شيء. لا خذني معك، المهم حتطبق اللي عم تقوله. لا ليك على اول اذا في نيه واذا في تخطيط يعني في خطه واضحه وفيك تقنع فيها المسؤولين بتصور بنقدر نقوم فيها. طيب يمكن بعد ما ثلاث دقائق استاذ فادي، انا كثير بدنا نشوف مع احترامنا لوزير الشباب والرياضه، وزير شباب ورياضه رياضي. أنتين ممكن نوصل لها. هلا انا ما عندي معرفه بمعالي وزير كرامي، بس بعرف انه كان رئيس نادي وبيلعب فوتبول، بيلعب فوتبول وبعرفه بحب الرياضه من اصدقاء
بس ما بحس انا انه بالضروره تكون رياضي لتنجح كوزير شباب رياضه يعني، او من الجسم الرياضي يعني، او من الجسم الرياضي، بس انه الرياضه بتاخذ اكثر ما انه بس تكون، يمكن عندك ادفانتج اذا كنت رياضي لانه رح يكون بس عندك، بس احنا بدنا اياه وزير انه يهتم بالرياضه. بس كمان وزير بلا موازنه برجع بقول يعني انا بركز على الحلقه على الاربع مليار، لانه بالفعل يمكن بعد الحلقه ما يعني من الاربع مليار، معيب معيب جدا انه نبقى على الاربع مليار. انا بعرف في طلب انه يطلعوا لل 20 و 30 مليار، وهذا المينيموم لازم يكون موجود. في اذان صاغيه حول هيدا يعني. بتصور في وعي يعني، مدير عام وزاره الشباب والرياضه استاذ زايد خيمي يعني عم بيشتغل مع الوزير وبيلحوا على الموضوع هذا، وبتمنى انا انه رئاسه الحكومه يعني توعى على النقطه هذه كمان، وزاره المال تقدر تقدر تامن هالميزانيه هذه، والا حرام يعني عم نخسر نحن شبابنا بصراحه. صح استاذ فادي، بهالكم دقيقه القليله اللي متبقيين معنا، تبعت اليورو اسبانيا حققت اللقب بالتاكيد، مع مين كنت؟ انا دائما بحب المنتخب الانجليزي، برجع بقول بحب الفوتبول الانجليزي لانه بحبه، بعتبره نموذج لصناعه الرياضه ولمفهوم كيف انا ممكن اشتغل الرياضه ضمن عقل مؤسساتي. صح. للاسف المنتخب الانجليزي بس ما عم بيقوم بدوره مثل ما لازم، بيعرف عنده مشاكل اليوم، عم بيرجع يدرس كيف عم بفوتوا بيعملوا سكاوتينج وبأهلوا الفئات العمريه بمعظم الانديه بانجلترا، اشوف لوين وصلوا، لانه نتائج فريقهم الوطني ما بتقدر تكون مثل بقيه المنتخبات العالميه والاوروبيه. بس بعدني بحب الفوتبول الانجليزي، بعدني بحب المنتخب الانجليزي. نعم. للانديه بانجلترا ماميه؟ انا من زمان مانشستر يونايتد، من انا وايام دراستي بالاي سي مانشستر يونايتد، وبعدني بتحب تتابعهم دائما؟ كل ما يكون عندي وقت بتابعهم. شو الرياضه الغير الفوتبول بتبع تعرفين على البيس بول؟ انا كنت بحب التنس كثير ومارس التنس، لصار عندي سبورتس انجري بإجري، روحت الني يعني الركبي عندي وابتعدت عنها، بس هيدي من الثاني رياضه مارستها من بعد الفوتبول. نعم. استاذ فادي علامه، قبل ما نختم بهالحلقه، شو بتوجه بكلمه للشباب اللبناني؟ يعني طبعا انت من ابرز الاشخاص ايضا كمؤسسه عندك بمكافحه المخدرات وغيرها، اليوم شو بتقول لهم هيك كلمه من خي اذا بدنا نقول للشباب اللبناني؟ يعني انا قبل ما اقول لهم بدي اقول لاهلهم ينتبهوا كثير على عليهم، لانه هو مستقبل البلد. صح. وبتمنى انا على المعنيين يعني مثل ما الرئيس بري فتح لنا البرلمان لنطلق رياضه ضد المخدرات، منع بقيه السياسيين كمان يتحمسوا اكثر ويعطوا دور للرياضه اكثر لتقدر تبعد هالشباب، هي من الوسائل اللي ممكن نحن نلهي فيها الشباب بامور ثانيه تعودهم على حب التحدي والمنافسه الشريفه وعلى الاهتمام بحالهم وبصحتهم ليقدروا ينجوا اكثر ويقدروا يخدموا هالوطن هذا. ايضا لفريق شباب الساحل، جمهور الساحل، اللاعبين واداره وهيك، شو بتحب تقول كلمه؟ شو بنطمنهم؟ هالسنه الساحل بالنخبه الامور فينا نقول عنها جيده، ممكن نشوف الساحل عم ينافس على الدوري؟ نتمنى. انا بترك الـ يعني نفوت بتفاصيل الخطه الفنيه اللي حاططها الحاج حمود، الكوتش حمود. هو ادرى فيها وهو بحب يحافظ عليها، بس بتصور عنده خطه كثير حلوه، بنتامل انه الاداره والمحبين والمشجعين وانا منه اقدر نساعده كمان، لانه بباله انه يفوت باجنبي ثالث. نعم. لانه تعدل النظام هالسنه بحق لنا نفوت بثلاثه، وعنده كمان بعض اللاعبين المحليين بباله، وعم بيعمل اختبارات مع بعض اللاعبين الموجودين. نعم. اليوم بتصور انا انه التحضير عم بيكون كثير منيح، وبتامل انا انه النادي يحافظ على قليله، على كمان يبقى ضمن النخبه ويقدر يوصل. نعم. للرتبه الخامسه هالسنه. نعم. يعني اخر اخبار شباب الساحل، ويتعاقد مع مصطفى شاهين من اهلي صيدا، وحسين نصر الله ومحمد بلاوني مصطفى، ومحمد سالم لاعب صغير او مواليد 85 هيدا اللاعب. يعني ممكن فينا نقول الساحل اللي حل بمركز جيد هيدا الموسم، الموسم المقبل ممكن نشوفه بمكان ايضا جيد. انا متفائل يعني حسب التحضيرات اللي عم شوفها وحسب التقرير الفني للكوتش حمود. نعم. يعني ونشاط سمير واستاذ جلال والشباب كلها. نعم. بتصور انه رح نوصل للنتيجه ان شاء الله تكون احسن من. نعم. الماضي. هم انا اقول له مبروك للاستاذ سمير ردوق رئيس نادي شباب الساحل ايضا، يلي رزق هو وزوجته بمولوده جديده ايضا البارحه. وبالختام استاذ فادي علامي، ونشكرك على حضورك بهالحلقه الغنيه اللي فيها افكار كثيره بالتاكيد، اللي كراس يعني الواحد بده يفتح الحلقه. شكرا على حضورك من جديد استاذ. شكرا لكم.
شكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام على المتابعه الدائمة. شكرا للاستاذ جورج ديب مخرج الحلقه وكل فريق العمل معه، حتى نلتقاكم بحلقه جديده من برنامج كل الرياضه. لكم مني اجمل تحيه والى اللقاء.